في موضوع يا شباب، إذا صار الجو هواء مثل اليوم الهواء جنوبي، مثلا أنت متجه وجهك على الجنوب، طبيعي أن الموتر بيصير عزمه ضعيف وبيصرف بنزين وبيحتمي لأنه مقابل للهواء. يعني مثلا سرعة الهواء 20 وانت تمشي 120، الموتر يحتاج طاقة زي اللي يمشي 140 لكن ما يمشي إلا 120 لأن الهواء يدفه عشان يمشي، فهذا يتعب الموتر ويصرف بنزين زيادة. فطبيعي لا تقيس انه والله اليوم ليش موتر يصرف اليوم. كذلك العكس، لو انك اتجهت مثلا الهواء جنوبي واتجهت شمال، تلقى الموتر خفيف ويمشي بسرعة وما يصرف. فلازم الواحد يحسب حسبة الهواء، خصوصا الهواء القوي له فلازم تنتبه له، هذه تأثر خاصة اللي يمسك خطوط طويلة ويسرع تأثر تفرق معه واجد. نفس المشوار ذا رايح جاي، إذا كان الهواء عكس اختلف معك واجد بالصرفية وبالحرارة وبعزم الموتر. كل الأشياء هذه لازم تحسب حسابك. مثل صرت واقف بالصيف ومشغل مكيف وفي هواء، وقف دائما قبال الهواء عشان المكيف يبرد زين والموتر ما يحتمي. لا تقف عكس الهواء كذا بيحتمي عليك وما يبرد زين. دائما حسب حساب الهواء، لا تهمله. كذلك الزيت، بعض الناس يغير الزيت مثلا كل 5000. طيب 5000 ذي ما هي بقياس دقيق، انت ما دخلت نفوذ وجلدت الموتر ما يكفيه، كثير عليه 5000، لازم تغيره ب3000. يعني كنت مشيك بنفوذ وصحراء ومثل مشي الخطوط، فما تقاس الخطوط بالصحراء ابدا. كذلك بالصيف الزيت يغير قبل، لازم، لان الجو حار يتعب الماكينة الحرارة، مو مثل الشتاء، الشتاء عادي تتأخر شوي. فلازم كل شيء تحسب حسابه.